والله لدرجة في ناس بتسأل في البرامج الدينية أسئلة غريبة. والله العظيم أنا بزعل. إيه الأسئلة ديت؟ إحنا وصلنا للمرحلة دي من الأسئلة، يعني زي ما نكون بنضيع بيها وقت وخلاص. أنا من كام يوم شفت برنامج للدكتور مبروك عطية، وحصلت مداخلة تليفونية من واحدة اسمها زينب. أنتوا عارفين الدكتور مبروك بقى بخفة دمه، قال لها أيوة يا زنوبة، أيوة يا زينبو، أيوة يا زينبو. راحت رد عليه في التليفون، قالت له ازيك يا دكتور، ازيك يا دكتور. قال لها خش على طول من غير سلام ولا كلام عشان الوقت يا زينب، يلا يا زينبو. راحت رد عليه الست، قالت له دلوقتي انا بنتي متجوزه وساكنه في ريحنا كده يعني، وبعدين هي غضبت 15 يوم وجت عندي قاعده، ورحنا بعد 15 يوم اشتكينا جوزها في القسم. رد عليها الدكتور مبروك على طول، قال لها كده يا زينب؟ اه. واشتكيتوه ليه يا زينب؟ ما صبرتوش شويه ليه بس يا زينب؟ مش كنت تصبروا؟ راح قالت له ايه اللي حصل بقى يا دكتور؟ مش كده وبس، وخدنا 20 راجل ثلاث عربيات وخلينا جوزها في انتخابات السيسي، ورحنا جبنا العزال من وراه. قال لها ايه؟ وايه اللي جاب انتخابات السيسي يا زينبو؟ انت حد مسلطك عليا يا بت انت، يا بت انت ولا ايه؟ انت حد زقك عليا يا بت؟ فين السؤال يا زينب؟ قالت له ما انا جايه لك اهو، انت كل جك ضيق ليه عليا يا دكتور؟ قال لها قولي يا زينب، قولي السؤال يا زينب على طول. قالت له بعد بقى ايه اللي حصل بقى؟ هقول لك ايه اللي حصل. بعد ما خدنا العزال رحنا عملنا له محضر في القسم ان هو بدد العفش، وجبنا له شهود زور شهدوا معانا عشان مكتوب في القايمه ان هو العفش كله. قال لها بعد ما خدت العزال وروحت يا زينب عملت له محضر وجبت له شهاده زور يا زينب؟ انت عايزه تجننيني يا زينب ولا ايه يا زينب؟ فين السؤال يا زينب؟ تصبر عليا يا دكتور، قولي يا زينب. قالت له بس رحنا ايه واخدين منه العيال، ولما جه عندنا عشان عايز يشوف العيال جبنا 20 راجل وضربناها علقه ومضيناها على ايصالات امانه غصب عنه عشان يتجوز البيت. قال لها كل ده عملته في الراجل يا زينب؟ السؤال فين يا زينب؟ قالت له جايه اهو يا دكتور. ايه السؤال؟ قالت له ما انا جايه اهو في السؤال، اللي احنا عملناه ده حرام ولا حلال؟ أو المصحف، أو المصحف. ردوا أنتوا بقى، ردوا أنتوا والله. إيه يا جماعة ده؟ إحنا وصلنا لكده؟ إحنا وصلنا. الدكتور مبروك بقى يضرب كف على كف، مش مصدق، مش مصدق، وقعد يقول لها بتسأليني؟ أنت بتسألي حرام ولا حلال؟ ضربت الراجل وخدت العفش وعملت له محضر، وبعد ما جبت له شهود زور ومضيتوه صلاة أمانة ومش عايزينه يشوف، وبتسأليني ده حلال ولا حرام؟ أنت بتستعبطي يا بنت يا زينب، أنت بتستعبطي ولا إيه؟ مين يا بنت مسلطك عليا؟ حرام ده ايه؟ ده حرامين 3 4 5 6 18 حرام، ده ابوكوا حرام نفسه يا بنت. ده انت ما فضلكوش غير تعبدوا الاصنام وتوقدوا البنات. ده انت هتترمي في نار جهنم يا زينب. ده انت اللي عملتيه ده كده؟ والله العظيم ثلاثة يا زينب. هيجي لك بقى حفيدك كده مرة يقول لك تعالي هبدلعك يا جدته ده، ويروح شكمة بنية في بوزك ينزل طقم اسنانك في حجرك يا زينب. ايه يا جماعه بجد؟ احنا للدرجه دي وصلنا لمستوى من الاسئله؟ مش ممكن يعني، احنا مش عارفين نفرق لغايه دلوقتي بين الحلال والحرام. اذا كانت ناس كتيره وبتسال الاسئله ديت وناس كبيره يعني، امال الشباب الصغير ده يعمل ايه؟ يعني يلاقيها منين ولا منين؟